السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة ديترويت. بهذا الفيديو راح نكمل السلسلة، هي الحلقة الثانية من السلسلة، وراح نشوف إن شاء الله يسر علينا وش راح تكون مجريات الأحداث، راح نشوف شنو تفاعلنا مع الأخبار، بتعرفوا أنتوا القصص هي. المهم أنسى تحت اللايك والاشتراك خير لما يطلع الإنترو هاد، نزول تحت اعمل لايك واعمل اشتراك عشان نكمل السلسلة مش نضل نتابع على طول، وإذا شفتكم هيك متابعين أكثر وعطيتوا لي تعليقات وحفزتوني أكثر، إن شاء الله كل يوم بنزل لكم فيديو عن هي السلسلة، ولا خلينا نبلش بالفيديو، ليتس جو. استرجع لاخر الاحداث اللي كانت معنا سابقا، وصلنا للبيت المحروسه بعد ما جابونا لعندها، وكنا عندها الساعه 9 وربع اخر شيء حلينا القضيه. طبعا مش الفيديو اللي هيطلع لك فوق تقدر تشوفه انت، ونشوف ايش راح يصير معنا. تود هو صار مثل فيلم سينمائي اكثر ما تعتبره انه فيديو او في اللعبه، بس في شويه تفاعل وشويه ردات فعل وشويه حركات. يس، العشاء جاهز. العشاء جاهز؟ اوه طعم نفس كمان حلو. ايش تقديم الطعام؟ شو نقدم بقى انتوا اللي بننظم هون؟ ما كانش في حاجة في المطبخ، ده اللي قدرت عليه. الحياة مضحكة. أنا اترفدت بسبب الأندرويد، ولما احتجت حد يشتغل هنا في البيت عملت إيه؟ جبت أندرويد. اشتريت أندرويد حقير. تسلم تسلم، بارك الله فيك. أنا بحب يعني ردات الفعل تبعتك. طبعاً الأندرويد آلات هايلة، لا بيتعبوا ولا بيفشلوا ولا بيزعلوا. هاي تمام. ده ليه لدرجة انهم دمروا حياتي؟ حلو. طب نحن ايش من علاقة؟ طول ما لك بارك تسبسب علينا. اي والله ذوق اللي دمك. بتبصي على ايه؟ ايه هي مشكلتك؟ والله مشكلتي ما لها شيء. مش دي الحياة اللي تمنيتيها؟ فاكرة ده سهل؟ يا حرام. يمكن فكراها انها غلطتي اننا عايشين في القذارة، غلطتي ان امك هربت. لازم تبطل مخدرات. انت بتخوفني قوي يا توت. الحقيرة مشيت من غير كلمة. الحقيرة تخلت عني علشان حتة محاسن. اوبالك طفلة. ليه بابا؟ كل ده بسببك انت. عم يضربه، خلط البنت صوت سطلت وطل. هانسا كيف تصير؟ تعالي هنا، تعالي هنا. هذا اللي بيوحي لك انه اندرويد له مشاعر يعني. حلو هذا اللي جزء من القصة. كله بسببها، ما انا عارف انه كله بسببها. والله انت سببك مشاكلك مع نفسك اكثر من مشاكلك. لازم اعلمها درس ما تنساهوش. أعتقد دلتس. خليكي مكانك. أيوة. اوعي تتحركي وإلا هضربك أكتر. حسوا إنه بالبرنامج الأندرويد مجرد ما إنه حجي وقدم لك هيك ووجه لك هيك جملة في الأندرويد لحاول يفهم إنه ما يصير يتحرك نهائي من أي سبب من الأسباب، يعني بدون مشاعر بدون أحاسيس ما يصير كسرة. الحلو إنه رفض بسبب الأندرويد، أول ما احتاج للأندرويد أعجب الأندرويد. حلو انه يعني انت مثل ما تعتبر انه انت رفضت مشان شغل مشان اشي تتطور وانت تروح تحتاجه وتروح تجيبه. ده حوار موضوع نقاش جدا عظيم. انا عارف اللي هعمله. أليس ابوكي متعصب قوي، انت لازم تتعلمي الدرس كويس. حلو. درس مش هتنسيه. تحرك ولا ستظل ثابت. انا ردت خربت. طب مكتوب هذا من حركه، شلون بدي اتحرك انا؟ طب ليكون قصده انه انت لازم تفك الحاجز الصمت تبع الاندرويد تخرج من حالة الانسانيه اللي انت فيها. البلوره بيكسر. حلو.
بقول شو طلعت الشاشة مكسورة. شكله في نظام هذا الاشي. ها تحررت. What the fuck. حماية أليكس. الاندرويد مبرمج ليخدم البشر وحماية الاطفال. أرجوك كفاية بابا. لمصلحتك. كفاية كده. سيبها في حالها. بتعملي ايه؟ اخرجي من هنا. ده أمر. سمعاني؟ لا. أنا عايزك تسيب أليس في حالها. عايزة؟ عايزة؟ يعني ايه عايزة؟ يعني مش من حقك تطلبي. أنت مجرد آلة بلاستيك. حلو هذا الكلام. كلام جميل. أنت فيكي خلل. أنا لازم أصلحك. What the fuck. والله قدرت له. خدي بالك يا كارا. تعالي يا حقيرة. فخامة. لا 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 خرط الاندرويد خطه يا شباب. اي 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 ما كفايه ما استغرب شفت تمام حطك بس سيبها في حالها. انت مين؟ انت تعمل اللي بقوله. لو بلشنا مثل الحركات بس تكسر. مش كنت تركيزي على الأحرف ضياني بدأت المشاهدة. نايس. لما ضربته زيته من جريمة نتعاقب عليها. روب وين؟ تعال هنا روبي. والله مغمومة. الله قدرت له. ها لازم انا مختار باب الحديقه. فت فت روبي هو مش دارك انا مدد صحة الموضوع هذا. ممكن في غلط نظام الاندرويد لازم تكون قبل الشرطه موان يحطوا في البنت واهرب فيها. يعني هذا اكبر غلط انا ارتكبته في حق الاندرويد وحق. كبير. والله كبد حلو. نايس جود. يا حرام شلون شو صار فيه. واو والله ما كنت بتوقع بجمالية المستوى الثاني جد. يعني لما دخلت بالقصة اول شيء عند هذا ايش اسمه هذا كان المحقق وبعدين كارا خامه انا عند الرسام اشوفه كمان هذاك ايش الاكشن تبعه بانه كل واحد صار بالجزء الثاني من قصة صار في اكشن فاكيد هذا بكون في اكشن هلق. دي كانت اكثر حفلة مملة حضرتها في اخر 25 سنة. كل ما اروح واحدة منهم بسأل نفسي هو ايه اللي انا بعمله هنا. بكره حفلات الكوكتيل وبكره كل الرخائين اللي بيحضروها. دي فرصة كويسة عشان كل المعجبين بأعمالك يقابلوك. بلا 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 ما حدش بيهتم بالفن. ما بيهتموش غير بكمية الفلوس اللي هياخدوها من وراه. يلا خلينا نشرب حاجة. الانفعال ده خلاني أعطش. مشروب من غير إضافات؟ أكيد.
ماشي، بس الدكتور هيرفض ده. ايوه بس طز فيه، انا كبير واقدر اختار الدواء بتاعي نفسي. حلوه يا طز فيه. لو بدون اضافات يعني، كمان في اضافات. انت سبت نور المرسم منور؟ لا اكيد لا لا، ما عملتش كده. اتصل بالشرطه. نداء شرطه ديترويت، يا ترى ايه حالتك؟ اندرويد كارل مانفريد 8941 لافايت. رجعنا للبيت ولقينا النور منور. اكيد حد دخل. التكنولوجيا عربيه شرطه في الطريق. خلينا نشوف المكان. What the fuck؟ لا يا ماركوس انا جاي معك. لا انا برايي انه اروح لحالي. مين هذا؟ ليو. بصوا مين هنا، لعبة بابا البلاستيك. ليو قلت لك في اكشن. اي نو رفضت تساعدني فبساعد نفسي. مش هتصدق الفلوس اللي بيدفعها الناس عشان العبط ده. ما تلمسهاش. مش مهم، هتكون كلها بتاعتي عاجلا او اجلا. اعتبرها دفعة أولى من ميراثي. بس ماركوس ابعده من هنا، خرجه من هنا. جعل ليو يغادر. شلون دخل لي يغادر؟ طيب بلغنا بدوري. السبب أمر نصيحة. أول شيء خلينا نبلش بالنصيحة. اسمع، لازم تمشي دلوقتي لمصلحتك. بعدين نصحت. كنت بتطلب مني إن أمشي. المشكلة يا بابا، مش شايف إني كويس؟ مش مثالي زي الآلة الملعونة دي؟ كده كفاية. السبب دلوقتي. هو يلا ما يسرع. عنده إيه مش عندي؟ سيبه في حاله. طيب خلينا نشوف قوتك. لا ماركوس، ما تدافعش عن نفسك، سامعني؟ لا تدافع عن نفسك، ما تعملش حاجة. لا تدافع. يلا اضربني، مستني ايه؟ فاكر انك اقوى؟ يلا اثبت ده. كفاية. ايه المشكلة؟ هو انت جبان قوي كده؟ كفاية يا نيو بطل. انت خايف تتخانق يا آلة حقير؟ فهمت. كسر النظام. كسرت النظام. بس هو امرني ما ادافع عنه. صحيح نسيت، انت مش بشر، انت مجرد حتة بلاستيك حقيرة. اسمع، انا هدمرك وبعدها مش هيفضل غير انا وماما. هقطعك حتت ومفيش حد هيفرق معايا. عارف ليه؟ لانك ولا حاجة. سامعني؟ انت ولا حاجة. طب شلون ضربني وانا آلي؟ كارل لا لا، كارل هو امرني ما اضرب. البشر مخلوقات ضعيفة. كارل ما تسيبنيش ارجوك، ما تسيبنيش، ما تمشيش. وبيبكي كمان. يا ماركوس ما تخليش حد يقول لك لازم تبقى ايه. لا لا بابا لا، ارجوك. كل ده غلطتك، كل اللي حصل ده بسببك. لا لا لازم ياكل قتلي. خلاص كار مات يعني. دون الاندرويد، الاندرويد هو الجاي. لا خرب. لا خراب. لا بجد يعني هذا امر مش مقبول نهائيا، لا بقانون ولا قانون. نعم يضربه، نعم يضربه. تهني لي. انت ليه قتلته؟ ما قتلته يا اخي. ايه اللي حصل قبل ما تمسك السكينة؟ اين السكينة؟ رجعنا على هذا. شو اسمه؟ كيش اسمه؟ نسيت يا سلامة. عتا ديفو الصندرة. صندرة اسمه. انت ليه ما حاولتش تهرب؟ والله اسئله منطقيه. طب مو الافضل لازم يسالوا الاندرويد للاندرويد يحقق لنا؟ قول حاجه ما تعصبنيش. مين اذا مش كصوت؟ تكشن شو مدرب؟ ده تهريج. انا بلشنا الجزء الثاني من القصه. فخام وفخوم وفخوم. هلا لازم يصير اكشن عند كل شخص، تمام؟ هلا بلشنا. انت بتضيع وقتنا بالاستجواب آلة، مش هنطلع منه بحاجه. تقدر دايما تبقى عنيف شوية، في النهاية هو مش بني آدم. الأندرويد ما بتحسش بألم،
تقدر تعطله بس، وده مش هيخليه يتكلم. المتحولين فيهم خاصية التدمير الذاتي اللي بتشتغل لو تعرضوا لمواقف صعبة. ماشي يا عم الزكي، المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هحاول استجوبه. والله شوف تحليلاته منطقية صراحة. عندنا ايه نخسره؟ اتفضل المتهم تحت امرك. يلا جاي دوري، لازم اتدخل، لازم اتدخل. لهذا بشر مو اندرويد، لو هو اندرويد هو اندرويد بس. طب باقي عندنا نمرك اكيد فلوس. نحقق معاه الحظ بطريقة سياسية يعني دبلوماسية. خلينا نفكر شلون نسأله. أول شي تحليل، نفهم مش حدات أداة التحليل. أول شي في هون شي عندك بيتحلى شو الجرح. علامة عدم استقرار في البرنامج، احتمال التدمير الذاتي منخفضة. حلو هذا الأكي. طيب هل وين في شيء تاني كمان؟ هلا هون ايش في هون؟ تاريخ صنع ملكيتو كارلوس اوتن. حلو 2030، شكله برنامجه تعبان صار له زمان يعني. معاشة البيانات كارلوس، تاريخ العينة 19. حلو ايش هالضرب اللي هون على ايده؟ تلف غير حرج في المستوى الثاني نتيجة مضرب كرة القاعدة. تمام، يعني ايده اليمين مش هيقدر يتحكم فيها مثل العادة. معالج البيانات وعلامات متكررة على مدى 16 شهرا نتيجة التخنين. ايوه معناته كان هذاك يعذبه لمدة 16 شهر بالدخان. تحليل منطقي. هلا نبلش الاستجواب معك. مستوى الضغط 35%، الوصول الى اقصى مستوى الضغط للاعتراف. تمام، خوف حرج الاسم. اول شيء ناخذ الاسم. اسمي كونر. لا فكرت اسمك. وانت قول لي اسمك ايه؟ مثل ما يقول اكسب الثقه بالاول. مستوى الضغط منخفض. جرح، انا مش موضوع جرح. انت مصاب. اللي اشتراك عمل كده هو ضربك؟ خلينا نسوي له طمأنينة. أنا مش هأذيك، عاوز أسألك بس شوية أسئلة علشان نفهم إيه اللي حصل. ناخد معه فحص الذاكرة. لو ما تكلمتش هبقى مضطر إن أفحص ذاكرتك. لا لا أرجوك ما تعملش كده. أوف، ليش يا جمال؟ ايه؟ هيعملوا فيا ايه؟ هيدمروني مش كده؟ كيف؟ لا حقيقة هيفككوك ويدوروا على خلل او مشكلة في اعضائك الحيوية. ما عندهمش حل تاني لو عاوزين يفهموا ايه اللي حصل. حلو، ليه عرفتهم انك لقيتني؟ ليه ما سبتنيش هنا وخلاص؟ نعطيك الحقيقة. أنا متبرمج على مطاردة المتحولين اللي زيك، وأنا نفذت مهمتي بنجاح. مش عارف سموت. طيب حلو، ساعدنا. يبقى احكي لي. حلو، قدم ممتاز ملحوظ. ما أقدرش. ليش؟ اختيار طريقة. طريقة إيش؟ مارس الضغط، فحص الذاكرة، مارس الاقناع لان فحص الذاكرة وشفته متفهم الموقف التهديد. انا فاهم اللي انت حاسس بيه. مش حاسس، غضبت. ملكك شعور الغضب والاحباط. محدش بيلومك على اللي حصل. لا لا تهديد، هنا انت تهديد. انا عارف انك خايف ومشتت. انت طبعا متوتر من اللي حصل، لازم تحكي لي وساعتها هتبقى احسن. ترهيب هيخلوك تتعذب
مش هيقفوا ابدا لحد ما تقول لهم اللي عاوزينه. حلوه النظام ده. تروح للسكه دي، الموضوع متوقف عليك. انا نرفع نسبه الضغط، ما بيرتفع معي نسبه الضغط. طيب فشل الاقناع، تمام. قناته خلاص، لازم نرفع التوتر. لا ممارسة الضغط. طعنته 28 طعنة. كنت عاوز تتأكد انه هيموت، ها؟ كنت حاسس بالغضب؟ كراهية؟ ضغط. كان بينزف بيتوسل انك ترحمه، بس انت طعنته طعنة ورا طعنة ورا طعنة. أرجوك أرجوك ضغط. أنا عارف إنك قتلته، ليه مش عاوز تعترف؟ أرجوك أرجوك كفاية. اضغط. جملة قولها، أنا قتلته. صعب أوي إنك تقولها. كفاية بقى كفاية. أرجوك أفضل أضغط. أرجوك بقى تسيبني. ماشي ماشي، كل حاجة هتبقى مظبوطة وتمام. مثالي ممتاز. تمام، هل حصلت نتائج جدا ممتازة؟ وصلنا لقى في النشر النظام كان لدى ما وصلتش لأي حاجة. ليش اكتول بقى سفين؟ كان ممكن نقدر نوصل لشيء يا سيخ. كريس اقفلوا. طيب يلا بيسيبني في حالي، ما تلمسنيش. لا انت بتهبب ايه؟ اتحرك. ما تلمسوش، هيدمر نفسه لو حس بالخطر. خليك بعيد، فاهم؟ مش اندرويد زيك هيقول لي اعمل ايه. لا انت مش فاهم حاجة، لو دمر نفسه مش هناخد منه اي معلومات. قلت لك اقفل بقك الف مرة. كريس انت هتحرك الغبي ده من هنا ولا لا؟ انا بحاول. خلاص نعم نعم يا ضربه فضل ابن الحرام. انا ايش دخلني يا نهار ابيض؟ انت نهار ابيض، انت كيف انا مدد خش خش والله غش. يعني هذا انا بالحاله هي صار عندي 2 اندرويد طلعوا برا العده. صار عندي انا غلطين، شكل عيد اللعبه من الاول. هذاك راح يطلع كان لان بسبب انه الضرب اللي صار عليه صار خلل وراح على السجن، ف 90% راح يروح يتنسخ، وهذا الثاني قتل. وهي ما بعرف علاج للسيف يعني. تمام وصلنا. وين وصلنا؟ طب ايش رجع وجهه؟ ايوه لازم تمشي. دفع إيقاظ. أسعي. طب هي ممكن مضروب وتشاون مخربان، ايش السالفة؟ ترك الحافلة. تمام تعرف مكان تاني نبات فيه الليلة دي؟ ما عنديش أي فكرة، لازم تمشوا. وين الربايع بنت اللعب تلينا فيها؟ انت كده كويسة؟ اكيد لا. هنلاقي مكان نبات فيه الليلة دي. وين؟ قضاء ليلة البحر. يلا يا أليس. ايوه بقدر انا افحص من دون ما اروح. غير مريح تماما لكنه سري. تمام نايس.
هون غير محلك نوعين، كيف يمكن الدخول؟ أيوة حلو. سيحتاج إلى مال. حلو. لحد الآن ما شفت لن يفتح قبل الصباح، ما استفدنا شيء. أليس أنت جسمك متلج. أنا كويسة، أنا مش بردانة. شكلك تايه. ما عندناش مكان نروحه. أعرف واحد ممكن يساعدك. تمام. لكن ده الناحية التانية من المدينة، محتاجين مكان لليلادي. ايش سوى؟ يلا يا أليس. بصي المحل لسه فاتح، متهيألي ندخل جوه، على الأقل نبعد عن البرد. انت عاوزة ايه؟ انا معايا بنت صغيرة وما عندناش مكان نروحه، ممكن تسلفنا فلوس نأجر بيها أوضة؟ اخص اندرويد غلبانة، مش معقول. اسمع، طبعا انت عارفه كويس ان ده محل اكل عيش، تمام؟ احسن لك تمشي من هنا لو مش هتشتري. تفقد النزل، تفقد المنزل، تفقد مكان الركن. في ثلاث اماكن. هاي فهمت شلطه. تقريبا تفقدها، لنشوف شو إن شاء الله يسر علينا. في سيارة مجهولة. لا لا لا، أنا طب بلكي نروح عند ذاك، بلخلينا ننام عنده. طيب مشي مشي مشي. لا 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 تذكر، لا تذكري. لا لا لا، ما كان مستحيل انها في يوز سري. مستحيل طفلة يا زلمة، ايش خايفين عليها؟ بدنا نموتها نحن. اندرويد محمل، اي طفل ايش حملها؟ طيب اي اول مكانها تفقدنا. والله في زمن صار فيه التكنولوجيا كل شيء معتمد عليه، فال 40 دولار ما اظن صار. ايش مكتوب؟ باي. ايوه مش هندخل، لازم نلاقي 40 دولار ونخلص من الهدوم دي أو نروح مكان تاني. نزول في المنزل، استكشف ملابس. أيوة تمام. طيب وين المدخلون؟ هون بدنا نغير بدنا نلبس ملابس جديدة. المكان ده في هنا، هتحس إنك أحسن بسرعة. أتوقع نختار من هون نغير ملابسنا، نسرق ملابس يعني. تغيير الملابس شلون وازاي؟ هنا السؤال يطرح نفسه. فيها شيء ممكن احنا نستفيد منه؟ اتوقع نقدر نستفيد منه. تفعلس شلون نغير الملابس؟ سرقة الملابس. طيب هات نسرق منه. بتعملي ايه؟ دي مش هدومنا، محتاجينهم يا أليس. ملابس تدفيكي وانا لازم اخلص من الهدوم دي. لكن كده سرقة، ما نقدرش نعمل كده. انا اسفة يا أليس، بس لازم نعمل كده. نايم خلاص، غالي نايم. ايش هو دريان؟ جاب صغير.
يعني اجيب 40 دولار. ده بيت مهجور، على الاقل هنبعد عن المطر. كارا المكان ده مش عاجبني. عارف، لكن هي ليله واحده ومحدش هيدور علينا هنا. شلون الاخضر يدخل العجب؟ يمكن تمزيق صور هنا واستخدام قاطع ثلاثي. شخصيتي غيرت كثير يعني. شلون استخدمها؟ استخدمها تجربة شيء آخر. أليس أنا محتاجة مساعدتك. شايفة العلب اللي هناك؟ روحي عندها وقعيها. عايزني أوقعها؟ لكن ليه؟ أرجوكي ثقي فيا. أوكي هلا أقدر أدخل أسرق المصاري. قمت أنت كويسة؟ اتعورتي؟ ما تقلقيش، دي بس شوية علب. يلا هنتحرك. سمعنا ال 40 دولار، هلا رجعنا هون بالغرفة. ايش بقى ليش هيك عم تضربها؟ اختفينا. حلو. يعني كان ممكن تلاقي الشرطة مجرد ما انه شافته مكسر، لان شرطة المنطقة كثير منتبهة انه هذا الشيء فيهم. معنا فلوس دلوقتي. استغلتيني عشان تسرقي، ازاي عملتي كده؟ كنت بثق فيكي. عملتنا عصبينا حساب. حقيقة. ما عنديش حل تاني. دي الطريقة الوحيدة يا أليس. ما كانش كده. حقك علينا والله توظينا، بس يعني والله إذا نسيت. طيب. تنعت البنت. عاوزة أوضة. عايز 40 دولار مقدم. اديني اسمك وعنوانك. ممكن أشوف رخصتك؟ احنا كنا مستعجلين تقريبا، نسيتها في البيت. ما تقلقيش، احنا هنشوف لها حل بكره. ليلى سعيدة. سلام. يلا بينا يا أليس. وين راح؟ صدقك مش عارفه يا أليس. اللي اعرفه انك هتبقي كويسه الليله دي. عرفت ما نعرفش. يا زلمه ده اختي ليش طلعتني برا؟ هات جاكيتك. يلا هات الجاكيت. علق جاكيتك انت كمان. ايش اللبسة هاد؟ والله في ديزاين. خلينا نغير الهدوم دي لانها مبلولة. هحطها في الحمام تنشف. شو عندك جففينا زمان؟ عندك المجفف. وضع صوفة جات. حلو. ايش المطلوب؟ النوم؟ ايش نسيت كمان؟ ليه ما حبنيش؟ والله ما بعرف. ليه كان دايما متضايق مني؟ والله ما بعرف.
أنا بس كنت عايزة أعيش زي البنات التانيين. يمكن أنا عملت حاجة غلط، ما كنتش أستحق حبه، عشان كده كان دايما غضبان. أنا بس كنت عايزة نكون عيلة، كان نفسي يحبني بس. ليه ما ينفعش نكون سعدة؟ الله ما بعرف أسألي أبوكي. مش عارفة. ولا أنا. أنتي هتسيبيني في يوم؟ أوعديني إنك مش هتسيبيني أبداً. وات؟ أوعدك. هنفضل مع بعض على طول؟ إن شاء الله. للأبد. للأبد. لازم تنامي شوية. أنا هطفي النور، أوكي؟ طيب تطفي النور، بقى تطفي النور. قبلة، الله، قبلة كمان، قبلة كمان. أهلاً سعيدة. الله. ايش الاندرويد اد؟ والله احنا من البشر. سرير بعيد دخل داخل لا 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 بنوطد العلاقة بين الاندرويد والبشر. هنا يورجيك انه الاطفال متعاطفين مع الاندرويد والختايرة متعاطفين مع الاندرويد، اما الشباب مش متعاطفين مع الاندرويد نهائيا. حلو، واو، والله خلصنا جزء جدا ضخم بالقصة. راقب أليكس من الكرسي. يعني كان ممكن نوصل شوي مغادرة المتجر، كان ممكن نعمل كتير أشياء والله بهالحدثات. شوف نايس، بس كان ممكن في نهايتين ممكن كان متوقعة يصيرن. بس وكارف النزول ممكن كان نمنا بالسيارة وسرقنا المكان ودخلنا عليه. لو سرقنا كان حس علينا، اما هيك اتوقع انه شوي صار ضعيفا حس علينا، لانه والله كان اكثر مكان اضبط اشياء السيارة. السيارة ما بعرف، السيارة كانت ممكن انها تمرض البنت وتموت لبكرة الصبح، يعني بانه في مطر وبرد والبنت مستحيل تتحمل هذا الاشي. ما بعرف شو دقول. المهم وصلنا هنا نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، تستناك اليوم فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إذا عجبتك هذا الفيديو اعمل لايك واشتراك، ونزل تحت اكتب لي بالتعليقات عشان اكتب الفيديو وانزل لكم اياه، وإذا في عندكم هيك ملاحظات عن الفيديوهات اكتبوا لي اياهم، وكون هون خلص الفيديو، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.